السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما انتم شايفين احنا عند محطة مترو العتبة، واللي قدامنا ده جراج العتبة، ومتجهين دلوقتي للكنز المفقود مننا كلنا عشان اعرفه لكم وتدعوا لي طول عمركم. هنمشي طبعا من بعد المترو الشارع اللي فيه الجراج، هنلاقي بعد كده فندق الاندلس اللي هو الله اكبر حصلت فيه الحريقة قبل كده، كان مشهور جدا. فندق الاندلس ده في نفس الشارع بتاع فندق الاندلس زي ما انتم شايفين. هنمشي مسافة دقيقة بالظبط على الشمال، هنلاقي سنتر الجامع الاحمر للعطور في وشنا. على ايدينا اليمين منه هنلاقي المكان بتاعنا الخطير الجميل جدا جدا جدا، مول صيدناوي الجديد بعد ما اتجدد وتوضب وبقى بالشكل المودرن الحديث التحفة ده. طبعا المكان سهل جدا وما يتوهش ابدا، وان شاء الله بإذن الله تلاقوا كل طلباتكم فيه، بالذات البنات والناس اللي هي بطلبة لسه شغل جملة ومبتدئة لسه فيه، ان شاء الله تعالى ربنا يرزقها ويوسع عليهم يا رب حبايبي. وان شاء الله هتبقوا كمان مبسوطين كمان معايا بالاخبار التحفة الجميلة اللي انا جايبها لكم في الفيديو، والهدايا والخصومات ورحلات تركية على السحب اللي هنعمله، زائد كمان هدايا القناة نفسها، زائد كمان العروض على بقية الكروت وعلى كل حاجة. كل حاجة هنشوف دلوقتي بالتفصيل. احنا دخلنا دلوقتي المول وهفرجكم شوية في المول كده عشان ما ضيعش برضو الفرصة وضيع عليكم المشهد والمناظر والديكور الجميل اللي هم عاملينه في مول صدناوي الجديد. طبعا كله محلات مختلفة تماما، لانجري بقى والخروج وعطور، وبصوا تحفة يعني من كل حاجة. محلات لسه كمان يعني ان شاء الله هيكون ليها افتتاح قريب، وعطور وعطارة. ده شكل المول، الصورة الحديثة بتاعته عاملة كده بالظبط زي ما انتوا شايفين على الصورة وعلى الطبيعة. طبعا في اسانسير لكل الادوار، وفي حمامات طبعا تحفة جدا، وفي سلالم عادية زي ما انتوا عايزين. احنا دلوقتي هو متجهين للمكان الكنز المفقود بتاعنا بقى اللي كلنا بندور عليه كبنات واطفالي ورجالي، حريمي واطفالي ورجالي، صيفي وشتوي وخريفي، وخصومات 50% وعروض هايله جدا من اصحاب المكان نفسهم مدام هبه والاستاذ محمد، حصريا في قناه فيها حاجه حلوه بس لينا. احنا متجهين دلوقتي بعد الاسانسير على طول، هنمشي على طول على الشمال بعد كده. وطبعا عندهم كمان بيع اونلاين، احط لكم الفيسبوك بتاعهم عند لالالي تركيش مودة، احط لكم الفيسبوك بتاعهم واحط لكم لينك التليجرام بتاعهم وارقامهم وكل تفاصيلهم في صندوق الوصف وفي كمان الكومنتات. ويلا نبدا معانا المفاجآت ونبدا معانا الخصومات والعروض والهدايا وسحب رحلات تركيه للعرايس اللي هم ان شاء الله يعني جوازهم قريب باذن الله تعالى، هدايا من لالالي حصريا بس على قناه فيها حاجه حلوه. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه؟ بصي بقى من الاخر، بما ان اللي احنا جينا واخدنا عروضكم الجميله التحفه في الصيفي وفي الشتوي، فاحنا عايزين بقى يعني نعمل جوله عندكم حلوه كده في العروض عشان الناس كلها تبقى شايفه لالالي بتعمل ايه. تمام؟ تمام. حصريا في قناه فيها حاجه حلوه، فانا دلوقتي بمشي لهم بس بالكاميرا عشان اعرفهم بس المكان عامل ازاي وفي قد ايه حاجات تحفه جدا وديزاينات رهيبه. فعايزين نبدا بقى معاكي مدام هبه لو سمحتي على العروض بتاعه الصيفي في الحريمي والاطفالي والرجالي. تمام؟ فنبدا الاول بالصيفي عشان العرايس عارفه الايام دي بتجهز وكده فبتستنى السيزون. فحضرتك تقولي لنا العروض اللي انت عاملاها ايه في الصيفي. احنا الاسعار من كام لكام؟ بدايه الاسعار من كام معانا الصيفي؟ من 50 جنيه ل 200 جنيه. تمام. وبتبقى مثلا شامله كل الصيفي طبعا، يعني شامله مثلا بيجامات هوت شولتر ما شاء الله كل حاجه، كمان حاجات حلوه قوي. طب حلو قوي. طب ممكن تورينا كام قطعه بس كده بالنسبه للصيفي عشان خاطر نبقى شايفين العروض حاجه زي كده؟ اختاري اختاري مثلا اوكي بيجامات العروسه وعماله كده كده
ده أصلاً المكان كله معمول عليه سيل. تمام. أستاذ محمد صاحب المكان هو يا جماعة بيقول لكم كل حاجة معمول عليها 50% خصم. 50% خصم. فالأسعار كلها نزلت 50% وبدأت معانا من 50 جنيه لحد 200 جنيه. طبعاً. أغلى حاجة يعني. طبعاً. 200 جنيه دي الترنجات والحاجات اللي هي اللي بسوستة والحاجات اللي بكم الخريفي والكلام ده كله. تمام. دي 200 جنيه. طبعا يا جماعة الحاجات دي بعد الخصم، يعني الحاجات دي اللي احنا بنتفرج عليها سعرها من 50 لـ200 جنيه بعد الخصم، يعني خصم 50%. جوبير ايوة شكلها تحفة جدا، لان الحاجات دي مستوردة تركي. ايوة تمام. جوبيرات باينة في ايدين حضرتك، لا خامتها اصلا تحفة جدا، مكتوب عليها لو تشوفوا هاتنا التيكت عشان الناس تبقى عارفة ان ده براند لالالي. براند لالالي طبعا يا جماعة هو اصلا براند تركي، هما استاذ محمد استاذ هبة التوكيل ده بتاعهم اصلا في مصر هنا، وهم بيبيعوا قطاعي وبيبيعوا جملة، عندهم مصنع اساسا. تمام. وهتشوفوا دي حاجتهم، يعني دي حاجة لالالي نفسها، وده شكل البيجامة، وده شكل البيجامة على الصورة زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى دي شكلها اصلا. طب ماشي نشوف حاجة تانية كده برضو تكون معلش اكيد الخامة كلها كلها اقطام 100%. تمام. كلها جاية من تركيا. تمام. الديزاينات كلها تركي، التقفيل تركي. تمام. وفي جزء من الشغل ده متقفل في المصنع بتاعنا، المصنع ده شراكة تركية مصرية. تمام. تمام. وبالنسبة للجوبيرات والاكسسوارز والكلام ده كله بيجي من بره. تمام. من تركيا. تمام. وفيها حاجات اوروبي كمان، يعني مش من تركيا بس، في حاجات جايه من اوروبا. وزي ما حضرتك شايفه كده برضو الموديلات في ايديها لالالي برضو. أيوة. صح. ورينا كده صوره الموديل عشان انت عارفه بيحبوا يشوفوا الصوره اصلا على عشان تبقى. بصوا يا جماعه صوره الموديل اهي، هي لابساه زي ما انتم شايفين، بصوا وعلى الطبيعه اهو البنطلون شكله. واحلى حاجه الخامه، بصوا اصلا الديزاين كمان واسع ازاي، يعني فري سايز ياخد منكم يعني زي ما انتم عايزين. كتان والبادي قطن بجوبير شراشيب. شايفين يعني منتهى الاناقه ومنتهى الجمال، يعني اي عروسه دلوقتي بتجهز واي ست بيت حابه تجدد كمان تقدر ان هي تيجي تشتري من لالالي عشان خاطر تستفيد بالعروض والخصومات. تمام. يعني مثلا قطعه زي دي عند حضرتك كانت ب 360 جنيه قبل الخصم. كانت ب 360 قبل الخصم. ده سعرها كان جمله 360 جنيه. كان جمله. تمام. وبعد الخصم بعد الخصم نزلت 50% ديسكاونت، بقت ب 180 جنيه. بقت ب 180 جنيه. يعني العرض ده معمول خاص للمتابعين بتاعت القناه. يعني العرض خاص متابعين لقناه فيها حاجه حلوه، صح كده يا استاذ محمد؟ مزبوط. تمام. طب ونشوف بقى البنطلون الظهر بتاعها. ظهر مفتوح. كله مكتوب عليه لالالي كمان يا جماعه. التيكت لالالي برضو، والظهر ده الظهر يا جماعه كله اكسات. طب بيلبس وزن لحد كام مدام هبه؟ ده بيلبس لحد 110 كيلو. لحد 110 كيلو. تمام. برضو ده بنطلون كروازيه، ده بيتفتح كده. هو مقاسات عشان الناس ما تفهمش غلط. هو مقاسات بيبدا من لارج لحد دبل اكس. التلبيس بتاعه بيبدا من 65 كيلو لحد 110 كيلو. يعني تلبيسات البيجامات دي من 65 كيلو لحد 110 كيلو مقاسات. طب تمام ممتاز جدا، حلو قوي. البيجامه بقى التحفه دي يا مدام هبه سعرها كام وخامتها وتفاصيلها بقى قبل الخصم كام؟ دي قبل الخصم كانت عامله 400 جنيه. تمام. دي عباره عن ثلاث قطع. تمام. ده جاكيت. ايوه. بحزام طبعا الخامه. تمام. طبعا الخامه كتان والبادي قطن والبنطلون. في بيم الجنب وفتحه من الرجل ونازل شارلستون، حاجه فاشن قوي يعني. حلوه جدا. يعني يلبس لحد كم كيلو؟ ده عشانه كتان مفيش مطه فبيلبس لحد 90 95 كيلو. تمام. في منه سايزات يعني مقاسات، صح كده؟ بيبدا معاكي من 55 كيلو لحد 95 كيلو. طيب. تمام. طب نرجع ونقول تاني سعره كان كام قبل الخصم؟ كان ب 400 جنيه. تمام. سعره دلوقتي 200 جنيه بس. تمام. سامعين يا جماعه؟ لمتابعينك انت بس سامعين الحاجه يا جماعه دلوقتي حصريا في قناه فيها حاجه حلوه من بعد 400 جنيه. وريني كده شكل المانيكان عشان برضو يشوفوا. من بعد 400 جنيه بقت ب 200 جنيه بس ثلاث قطع. شايفين على المانيكان عامل ازاي؟ تحفه تحفه تحفه. خلينا بقى نشوف ترنج تاني كده برضو. ده ترنج شكله خريفي، صح كده؟ مظبوط. تمام. قبل الخصم ده كان كام؟ 400. وطبعا بعد الخصم 200. ده تحفة جدا. في منه سايزات يعني مقاسات؟ اول ميديا
الميديم ده لحد طبعًا. دبل اكس من اول ميديم لحد دبل اكس. اتفضل. البايت اللي هو الترتر اللي راكب فيها دي ده مبطن تمام تمام مش بيشوك تمام. دي معلومه مهمه جدا عشان الناس لو فاكره بس ان الموضوع ده هيبقى يضايقها في اللبس فتطمن بقى. طب حلو قوي. ومتخيط ما بيقعش في الغسيل. وعامه اي منتج من منتجات لالالي احنا بنضمنه يعني حتى بعد الغسيل بنضمنه. يعني بعد الغسيل برضو لو حصل اي مشكله قطع او نسل او تغيير لون او اي حاجه تمام. غسيل مدى الحياه ربنا بس يديهم الصحه ما شاء الله تبارك الله. طب بص احنا عايزين بس احنا عايزين اهم حاجه نبين لهم برضو ان هو بصوا يا جماعه التقفيل عامل ازاي. شايفين البنطلون من تحت ملموم يعني بنطلون مش نازل كده فالتقفيل. وبصوا كمان العرض بتاع الاستك نفسه عشان خاطر مريح ازاي ناحيه البطن. فالحاجات دي مهمه جدا وانتوا بتشتروا عشان تخلوا بالكم منها. شايف الاستك بتاعه عريض ومريح جدا بصوا قد ايه لكره. فيا ريت اللي بتشتري تاخد بالها من حاجه زي دي. واكيد طبعا لالالي مش هيفوتهم حاجه زي دي. وكمان بالنسبه للخليفي ده يعني كل الناس اللي اخذت الترينج ده مننا يعني تقريبا 90% بيخرجوا بيه تمام. هو فعلا شكله لا هو سبورتنج قوي قوي شكله فعلا شكله تحفه قوي. طب نشوف حاجه تانية كده نصايه كده عشان بما ان اللي احنا بنتكلم في الصيفي فنشوف حاجه نصكم. ده بقى التحفه ده يعني برضو بعد الخصم من 200 جنيه صح كده قبل الخصم 400 قطن 100% تمام قطن بيور تمام. برضو البايت بتاعه ليكرام بطن من جوه. هنشوف برضو الطبطين مدام هيبه هتفرجنا ايه تقربيه برضو تمام. على الطبيعه كده. ويا ريت حضرتك برضو تلمسي برضو الخامه برضو تشوفيها يعني برضو ما هو انا لا انا متاكده يا استاذ محمد انا ما كنتش متاكده ما كنتش جيت بصراحه. لا الخامه يا جماعه بصوا في ايدي عامله ازاي بصوا في ايدي بتجري يعني تحفه جدا. وبعدين بصوا الطبطين اهي مكان المفروض انت شايفين اللي هو تطريز الترتر ده اهو مبطن اهو من جوه فاهمين يعني ما فيش اي مضايقات منكم اهو. حتى من تحت برضو نفس القصه بصوا الطبطين عامل ازاي والبنطلون برضو نفس الموضوع الاستك العريض ده اللي ما بيضايقش خالص في اللبس. خلينا نشوفه من بعيد برضه عشان الناس تبقى شايفه الديزاين كله. لا تحفه جدا. ده بجيوب كمان يعني انا ملاحظه اللي هو بجيوب. حطي في ايدك كده عشان برضه الناس تعرف الجيب برضه بصوا مدام هي حطت ايديها كلها اهي بصوا الايدين دخلت كلها زي ما انتوا شايفين عشان انا عارفه في ناس بتحب الجيوب ده يعني انا عارفه من ضمن الناس اللي بتحب الجيوب. لا حلوه جدا تحفه 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 بصراحه يعني. واساد برضه وده اللون ده اللي موجود ولا في الوان تانية؟ لا في الوان تانية برضه ستايلات تانية بنفس بنفس الشكل كده الشكل. تمام حلو قوي. نشوف بقى حاجات تانية برضه. هوت شورت مثلا ده بقى الهوت شولدر صح؟ هوت شولدر تمام. هوت شورت هوت شورت تمام. ده البادي ده البادي بتاعه كب والحبل بتاعه بيتربط ده بيتربط على الرقبة من ورا. واحنا هنوريهم كمان في الموديل عشان خاطر يبقوا عارفين ده شكله هيبقى ده شكل على الطبيعه اللي هو اصلا مدام هبه بتوريه لنا اهو دلوقتي. ده السايز يلبس لحد كم؟ السايز برده من اول 55 كيلو لحد 90 كيلو مثلا 95 كيلو لكرة. تمام. بصوا يا جماعه الخامه كمان بصوا في ايدي حتى انا ماسكاها الخامه ناعمه وطريه والعرض حتى بتاع الاستك بصوا قد ايه هي عماله تفرده معانا. ملبس كويس قوي تمام. لو انا عايز اقول لك كمان يلبس فوق 90 كيلو يلبس كمان فوق 90 كيلو يعني. بصوا ده الصوره كمان بتاعه الموديل اهي ده الصوره يعني ده بتبقى عامله كده بالظبط في اللبس بالظبط نفس الشكل عشان بس تبقوا عارفين يعني انا عارفه الحاجه لما بتتمسك في الايد غير برضو لما بنشوفها ملبوسه. تمام. البراند لالالي والديزاينات اللي موجوده دي كلها يعني حاجات عرايسي تمام. لا اي عروسه بتجهز اي 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 بنت مثلا طالعه جامعه عايزه تغير في ستايلات لبسها بتاع كلام من ده حد يبقى تبع الفاشن له علاقه بالفاشن واخد بالك تمام. دي ستايلات الشغل بتاعنا غير ان في حاجات تانية كتير ب 100 جنيه وب 110 وب 115 وب 125 وب 150. لا كلمهم بقى في العرض اللي حضرتك عامله حصريا معانا في قناه فيها حاجه حلوه اللي هو الديسكاونت القطاعي والجمله عشان يبقوا عارفين. قبل العرض احنا في برضه عندنا حاجه برضه زي كده تمام برضه عرايسي ده كاش قصير تمام. ده برضه عامل 100 جنيه برضه بعد الفصل تمام خصم الجمله
تمام ب 100 جنيه في الخصم. 100 جنيه بعد الخصم. تمام. في عند حضرتك الحاجات اللي هنا ديت دي كلها معمول عليها عرض 100 جنيه، اي قطعه ب 100 جنيه موجوده على الارض هنا. كل القطع دي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، لوليتام سكسن برضو نجيب ده عشان الناس تشوفها. في حاجات برضو من لالالي، في حاجات انيل، في اي اس اس. تمام. كل دي 100 جنيه المفروض. تمام. ماركات كتير قوي تركي مشهوره جدا ومعروفه. تمام تمام. دي كلها ب 100 جنيه. تمام. في حاجات هنا عند حضرتك برضو في الناحيه الثانيه دي برضو يعني برضو بتبدا معاكي من 150 جنيه لحد 200 جنيه. هقرب لكم بس بالكاميرا شويه عشان الناس تعرف تشوف ان هم عندهم حريمي ورجالي برضو. يا رب بس ان تكونوا شايفين كويس عشان الاضاءه هنا بتعاكس مع الغلاف اهو، حاجات زي كده في الهوت شورت. تمام. حاجات زي كده. تركزي على ايه الشغل ده كله شغل مستورد. اه طبعا الشغل كله، وانا احنا قلنا لهم ولسه بنقول لكم تاني الشغل ده يا جماعه شغل تركي اصلا. حاجه زي كده اسعار تقريبا اقل من اسعار المصري اللي في السوق. كفايه الخامه وكفايه الشكل وكفايه اصلا حتى التشطيب بتاع الحاجه، بصراحه كلها روعه الروعه. فاحنا مش هنسيب حاجه غير لما نصورها لهم عشان اللي تبقى جايه تبقى عارفه بالظبط هي هتلاقي ايه في لالالي. يعني احنا قلنا ان في حريمي واطفالي ورجالي صح كده، فعايزين بقى مدام هبه تتفرجنا يعني على الشتوي بقى. تمام. الديسكاونت الشتوي بيبدا من كام لكام مدام هبه؟ 180 لحد 250 الشتوي في حريمي ورجالي. هو ما فيش شتوي رجالي عندنا لسه، ما فيش شتوي رجالي. تمام. المتاح عندنا حريمي وشتوي اطفال. تمام تمام. اسعار الاطفال بتبدا مع حضرتك من 130 جنيه. تمام. ل 170 جنيه القطعه الصيفي الشتوي. الشتوي ب 130 130 ل 170 القطعه. ل 170 القطعه. تمام. بالنسبه للحريم الشتوي بيبدا تمام. من 180 جنيه لحد 250 جنيه. ده شتوي تصفيات معمول عليه تصفيات برضو للعرايس والبنات اللي بتجهز والكلام ده كله. تمام. مدام هبه تفرجينا بعد اذنك بقى على القطع اللي موجوده اللي عليها الديسكاونت. احنا بصوا يا جماعه مدام هبه جابت لكم بيجامه تصفيات الشتوي ثلاث قطع. دي اول قطعه صح كده يا مدام هبه؟ القطعه ديت فرو ومبطنه وشين. تمام. خامه بتدفي جدا وتقيله جدا. اه ده الجاكيت. ده الجاكيت بتاعها بجيب كمان، انا شايفه ان هو في جيب صح كده؟ مظبوط. تمام. بص الجيب مدام هي مدخله في ايديها كلها اهو الجيب زي ما انتم شايفين. بصوا كبير. وبعدين الخامه الماتيريال اهي يا جماعه عشان الناس اللي بتهتم. بصوا بصوا الفرو مبطن تحفه جدا، والجيب كمان مبطن، والجيب يعني كمان مبطن. طب والله حلو جدا. ودي القطعه الثانيه. تمام. طب حلوه قوي. دي القطعه اللي فوق ده سعرها زي ما حضرتك قلت بالظبط 250. 250 تمام. ثلاث قطع 250 جنيه قطيفه مبطنه تقيله. تمام. محترمه يعني حلو قوي. وده البنطلون بتاعها طبعا الرسومات اللي عليها شغل ديزني الجديد اللي هي الحاجات الجديده. اه تمام. وده البنطلون بتاعها حلو قوي. بصوا يا جماعه البنطلون برده نفس الديزاين اللي هي يعني العرض بتاع البنطلون الاستيك العريض اللي ما يضايقش برده في اللبس زي ما انتم شايفين، ويلبس انا شايفاه يلبس لحد مثلا 70 كيلو 80 كيلو يعني صح كده؟ لا هو يلبس اكتر من كده يعني اكتر من لحد 100 كيلو كمان. اه يعني ده تمام صح كده؟ ماشي. ده المنتج ده برده من منتجات لالالي. ماشي خلينا ماشي. ده لالالي لان طبعا. ده يعني ايه يعني براند ونضمنه يعني. تمام. حاجه بالظبط. ده برده بيجامه ثانيه قطعتين. مظبوط صح كده. سويت شيرت. ده سويت شيرت. ده سويت شيرت بتاعه فرو. فرو ومبطن. تمام. كابيشو مبطن. اه تمام تمام. الديزاين بتاعه زي ما انتم شايفين. سعره بعد الخصم 220 جنيه صح كده. تمام. وده البنطلون بتاعه تحفه جدا. تحفه جدا على فكره. اه لا ما هو باين عليه ما شاء الله يعني الخامه والشكل. بصوا يا جماعه حتى الوبر عامل ازاي، بصوا الخامه عامله ازاي، والبنطلون برده نفس الموضوع. بصراحه ما شاء الله يعني حاجتكم تحفه جدا بجد. والعبايه دي بقى شتوي طبعا صح؟ عادي شتوي. قطيفه زبده. قطيفه زبده. تمام. السوسته بتاعتها شغاله بتتلبس زي الروب، عايزه تلبسيها برده حته واحده ماشي. تمام.
تلبسيها مع فوق هدوم برضو تتلبس عادي زي الروب، ليها كذا استخدام. ايوه هي ستايلها دي عبايه استقبال اصلا. عبايه استقبال ونازله بعد الخصم عامله 200 جنيه بعد الخصم، بعد خصم 50 بعد الخصم 50% عامله 200 جنيه صح كده؟ ما شاء الله. وريني كده صورتها على الموديل عشان الناس تبقى برضو شايفة يا جماعة، شايفين الجمال ده؟ صورتها في اللبس والالوان بتاعتها الاسود والرمادي والعسلي اللي انتوا شايفينه اللي انا ماسكاه. دي التلات الوان بتاعت العباية، والعباية في عندهم ليها مقاسات عشان بس الناس اللي بتسأل على المقاسات لا اطمنوا عندهم ليها مقاسات. هنفتح معانا كمان شتوي صح كده؟ دي القطعة اللي هي برضو شتوي في السيل برضو معانا صح كده؟ مش براند لالالي، دي ماركة أفيما تمام. ماركة مادوهوم دي طبعا غنية عن التعريف، دي أعلى ماركة تركي موجودة في تركيا. تمام. ده سويت شيرت، افتحه لنا يا مدام هبه عشان الناس تبقى عارفة إن ده سويت شيرت. أنت عارفة في ناس بتحب السويت شيرت أصلا بتفضله عن المقفول. بصوا يا جماعة مبطن اهو عشان الناس ما تقولش بس اللي احنا بنصور اي حاجة. بصوا الخامة عاملة ازاي، دي الطبطينة اهي زي ما انتوا شايفين، وبجيوب كمان ولا بجيوب اهو. بصوا انا حاطة ايدي اهو بالجيب اهو كامل، بصوا الجيب. وكمان يعني اللون تحفة اصلا، والديزاين والتقفيلة كفاية في نوع تركي يعني. ده البنطلون برضو بتاعه، بصوا الاستك برضو عريض ومبطن، مبطن كمان ما شاء الله. بصوا يا جماعه مبطن اهو، الطبطينه باينه اهي في التصوير اهي عشان الناس بس تاخد بالها اهو، مبطن فبيدفي جدا معاه كمان البوت بتاعه، والبوت طبعا مبطن من جوه، مبطن برده من جوه بالكامل. تمام لا تحفه جدا، تحفه جدا يعني، من الاخر هتتدفوا من جميع المداخل والمخارج، مش هنسيب لكم حاجه. ده سعر خاص برده للمتابعين، فيها حاجه حلوه. تمام ده ب 250 جنيه بس، 250 جنيه يا استاذ محمد، عرض حصري يا جماعه معانا اهو زي ما انتم شايفين مع مدام هبه كمان. اي حد هيروح يسال على الاستاذه هبه او استاذه هبه او استاذ محمد هيعملوا لكم طبعا الخصم، والاستاذه هاجر كمان مسؤوله المبيعات هنا. عشان بس يا فندم سويت شيرت تركي، شيرت كاجوال. تمام حاجة يعني زي ما حضرتك شايفة، ده ميلتون من بره، مبطن من جوه كله. تمام نوري لهم برضو الطبطينة عشان يبقوا فاهمين. بصوا يا جماعة الطبطينة باينة اهي في الكاميرا، خلاص مبطن من جوه، وده اصلا خروج يعني، واللي عايزة تلبسه في البيت براحتها، بس هو كمان خروج يعني، هو اصلا خروج يعني. الناس بتاخده بتلبسها على بوت كده، هاف بوت وعلى ليجن، وبيبقى شكله تحفة جدا في الخروج. هو ليه انا شايف ان هو في جيوب، ولا هي دي بتبقى جيوب اصلا صح؟ بصوا يا جماعه مدام هبه هي بتدخل لكم ايه ده عشان تبقوا متاكدين من الحاجه، دي كلها دخلت جوه. اتفضلوا بصوا اساسا الجيب كبير قد كده. لا حاجه تحفه جدا ما شاء الله بجد يعني، من اجمل المحلات ومن اجمل الجمله اللي انتوا تيجوا تشتروا منها بصراحه. لا تحفه جدا، ده معموله لبرده للمتابعين، فيها حاجه حلوه. تمام ده ب 200 جنيه بس، ب 200 جنيه يا جماعه بس معانا يا استاذ محمد. مش عارفه هينزل لكم اكتر من كده ايه. ميدن ان تركي، مستورد 100%. تمام قطن خامته زي ما حضرتك شايفه، قطن 100% مبطن من جوه فارو. تقريبا ب 700 جنيه في عز الموسم، كان ب 700 جنيه نازل ل 200 جنيه خصم كمان ما شاء الله، يعني ديسكاونت اكتر من 70%. تمام لا حلو قوي، اهلا وسهلا بحضرتك. احنا عايزين نكمل العروض بتاعتنا، ان احنا برضو عاملين اوبشن كده خاص لحضرتك ولمتابعين القناه بتاعتك. احنا بنقدم كارت اسمه كارت الفي اي بي. تمام الكارت ده خاص للمتابعين، فيها حاجه حلوه فقط. تمام الكارت ده بيبقى للعملاء القطاعي، بيبقى قيمته 1000 جنيه خاص، 1000 جنيه خصم للعملاء القطاعي. تمام العرض ده ساري عندنا من يعني احنا عاملين العرض دوت من 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 تاريخ بدايه الفيديو. تمام لمده شهر. تمام تمام الكارت ده قيمته 1000 جنيه لكل عميل يجي من عن طريق حضرتك، عن طريق القناه بتاعت حضرتك، يذكر لنا ان هو عميل تبع قناه فيها حاجه حلوه. قناه فيها حاجه حلوه. تمام ياخد كارت خصم بقيمه 1000 جنيه. تمام تمام على اي مشتريات، حتى المعروضات اللي عليها ديسكاونت
ساري عليها برضو ايه كارت الخصم. طب حلو قوي. حتى لو هي مثلا ادت الكارت ده لاختها او صاحبتها او قريبتها وجت بيه عملت الخصم يدفع عادي؟ يدفع ده عامل زي شيك من شركه عفيفي ده شيك. بس اللي هتيجي طبعا من غير الكارت مش هينفع حضرتك طبعا تعملها الخصم. لازم بالكارت عشان خاطر. سمعتوا يا جماعه استاذ محمد بيقول لازم بالكارت عشان يقدر يفعل لكم الخصم. اللي هتيجي من غير الكارت مش هيقدروا يفعلوا الخصم عشان الموضوع ده خاص بس حصريا للقناه. تمام تمام. ده بالنسبه للعملاء القطاعي اللي بتيجي عرايس بتجهز ناس فرديه لوحدها. تمام. تمام. ده الكارت ب 1000 جنيه خصم. في عرض تاني معمول لتجار الجمله طبعا. ايوه لان احنا اصلا اساس الشركه تجار جمله طبعا. ففي عرض عاملينه لتجار الجمله. العرض ده برضو نفس الكارت بتاع الفي اي بي بس خاص بالجمله بيتكتب عليه خاص للجمله. تمام تمام. وبياخد نسبه 10% خصم فوق سعر الجمله. تمام. لطول فتره السيزون. طول فتره السيزون يعني يجي في اي وقت يشتري بنفس سعر الجمله اللي موجود على الليسته بتاع الاسعار او اللي موجود على التليجرام ياخد 10% خصم على طول فورا طالما من متابعين قناة فيها حاجة حلوة. تمام. لو هو تاجر جملة، لو هو محل، لو هي تاجرة اونلاين بتبيع اونلاين عن طريق البيت. تمام تمام تمام. تاخد الكارت ده تستفاد بنسبة خصم طول فترة السيزون. اي قطعة تشتريها حتى بسعر الجملة تاخد كمان زيادة عليها خصم 10%. تمام ممتاز جدا يا مستر محمد. طيب بالنسبة بقى للسحب اللي حضرتك كلمتين عليه العرايس بقى. السحب انت عايزه تزنقيني في السحب ولا لازم بص يعني نستغل لكم كل حاجه. طبعا احنا كنا عاملين العرض ده كان في اول السيزون بس هنضطر ان احنا نكرره تاني لحضرتك. تمام تمام. احنا عاملين سحب على الفواتير بتاعه العرايس اللي بتيجي تجهز من هنا. تمام تمام. بنعمل سحب كده عشوائي لخمس فواتير بخمس ارقام. تمام تمام. بيفوزوا معانا برحله لتركيا. تمام. في الهاني مون طبعا لازم يبقى عرايس لان بتبقى تذكرتين، تذكره ليها ولجوزها طبعا. طبعا بتبقى الرحله تقريبا في حدود 3 ايام او 4 ايام، من 3 ل 4 ايام، اقامه وتذاكر طيران. الطيران والاقامه والتنقل. طب حلو جدا يا جماعه. بصوا استاذ محمد ومدام هبه يعني مدلعينكم على الاخر، يعني اكتر من كده ايه؟ هاني مول وفسح وخصومات وكروت، مش عارفين نقول لهم ايه بصراحه الناس دي. يعني احنا مبسوطين جدا وانا مبسوطه اللي اتعاملت معاكم شخصيا واستفدت طبعا في جهازي اللي انا اشتريت اصلا جهازي من عندكم. وبصراحه يا جماعه انا عايزاكم تيجوا تاني وتالت ورابع، واللي ما جاش قبل كده يجي ويتفرج على جمال الحاجه وجمال العروض. وما تنسوش هحط لكم التليجرام بتاعهم في صندوق الوصف وكمان في الكومنتات والكومنت المثبت عشان خاطر الناس تدخل على التليجرام. في مول صدناوي اللي في العتب. تمام. مول صدناوي دوت قدام محطة مترو العتبة لو جاية من المترو. ما هو أنا بشرح لهم كل الكلام ده برضو في أول الفيديو عشان يعرفوا يجوا لحضرتك إزاي. وبحط برضو أرقام المكتب في العنوان وفي صندوق الوصف. ده في قلب العتبة، ده مول مكيف بالكامل، في خمسة أسانسير، في تكييف مركزي، في سيكيوريتي، في كافيتيريا، في حمامات في كل دور. إحنا في الدور الثالث جوه الممر، توكيل لالالي تبع شركة عفيفي. تمام. وتشرفونا في اي وقت، وبس لازم تقولوا لنا كلمه السر ان هم تبع فيها حاجه حلوه. مدام هيبه حابه تقول لنا حاجه قبل ما نقفل؟ ده الكارت بتاع المحل. ده الكارت بتاع المحل. تمام. بصوا انا كده كده زي ما متعودين مننا احنا اصلا بنسيب لكم صوره الكارت. تمام. ده يعني الكارت بتاعهم اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين بالارقام. معلش هم لو عايزين يعملوا سيرش خشي على جوجل تكتبي شركه عفيفي. لا احنا هنحط لهم اللينك بتاع الفيسبوك و... يا فندم احنا ترند، اول اسم هنظهر. تمام. لو كتبتي اكبر شركه ملابس تركي في مصر هنظهر لك شركه عفيفي. خلاص ماشي حلو قوي. لو كتبتي على جوجل شركات ملابس تركي هنظهر لك احنا اول اسم. تمام. لو حضرتك عملتي سيرش عن لالالي كتبتي البراند بتاعنا لالالي هنظهر لك احنا اول ناس. تمام. واخد بال حضرتك، واحنا شرفنا التعامل مع متابعين القناه بتاع حضرتك وبس تعيشوا وتغرمينا. ميرسي يا مستر محمد وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.